السلام عليكم، أهلا بكم طلاب التاسع الثانوي. نكمل معكم من موقع منهاجي التعليمي. لازلنا في الصفحة 15. التمرين السابع هو التمرين الأخير من ضمن مهارات الاستماع والتحدث، القسم الأول في هذه الوحدة أو هذا الموضوع هو الاستماع والتحدث. يوجد 7 أنشطة تهتم بأنك تستمع إلى المقطع وتحاول أن تقلد أو تقوم بمثل المحادثات التي جرت. كان لدينا هذا المثال آخر واحد السادس قبل في الفيديو السابق. هذا المثال أنك تقوم بتقليد هذه الأسئلة، وأرفقت الملف مع الفيديو السابق. أيضا هنا التمرين السابع هو تمرين شفهي، سنقرأه ونعطي المثال شفهيا، لا يوجد مرفق لهذا النشاط. Work in pairs، اعمل كزوجين. Imagine you are a student in Fabio's art class، تخيل أنك طالب في الصف الفني للأستاذ فابيو، لطلاب الأستاذ فابيو. Introduce yourself to your partner as in the example below، قدم نفسك لشريكك أو لصديقك أو لزميلك كالمثال الذي في الأسفل، below يعني أسفل. هنا يوجد لدينا مثال عن هاكان ورودس. هاكان: Hello, I'm Hakan. I'm from Turkey. What's your name؟ مرحبا، أنا هاكان من تركيا، ما اسمك؟ أنت بالمقابل تختار صديق من أصدقائك أو صديقة من صديقاتك، تقولي لها Hello, I am، وتعرفي عن نفسك، تذكرين اسمك هنا أو اسمك، ثم تقول I am from مثلا سوريا، أنا من سوريا. What's your name؟ تسألين صديقتك ما اسمها أو صديقك. الإجابة هنا يكون للطرف المقابل I am، ويعرف أيضا عن نفسه I am ويذكر اسمه. ننتقل هنا Where are you from Rhodes؟ تعود أنت وتسأله Where are you from؟ مثلا علي، من أين أنت يا علي فرضا. Where are you from؟ من أين أنت، من أي دولة أنت. يجيب أو تجيب I'm from، وتذكر الدولة، مثلا Iraq، من العراق. What's your job؟ ما هو عملك؟ تقول أنت تقول I'm a dentist، هو قال I'm a dentist، أنا طبيب أسنان. And you، وأنت، أنت تذكر بأنك طالب I'm a student، أنا طالب. وأنت يجيب I am an، ويختار الصفة التي تناسبه أو المهنة التي تناسبه. ممكن أن يقول I am a student too، وأنا طالب أيضا. Nice to meet you، سررت بمقابلتك يا مثلا علي كما ذكرنا. هذه الأسماء تعود لكم، أنتم تختارون الاسم الصديق، اسم الصديق الذي تريدون أن تقومون بهذا الحوار وهذه المحادثة معه، مع تغيير الأسماء وتغيير المهن وتغيير الدول. Nice to meet you too، وأنا سررت أيضا بلقائك. هذا يعتبر تمرينا شفهيا. ننتقل إلى الصفحة 16، وننتقل إلى مهارات جديدة في هذا القسم، نفس القسم A، two birds with one stone، عصفورين بحجر واحد. ننتقل إلى المهارات الثانية في اللغة الإنجليزية Reading and Writing، القراءة والكتابة. يوجد 4 مهارات باللغة الإنجليزية: استماع وتحدث، قراءة وكتابة. أنهينا في الجزء الأول من الفيديوهات المهارات الأولى التي هي الاستماع والتحدث، تضمنت 7 نشاطات. انتقلنا أيضا هنا إلى القسم الثاني من المهارات وهي القراءة والكتابة، أيضا تتضمن عدة نشاطات وهي أيضا 6 نشاطات تتوزع بين الصفحة 16 والسابعة عشر. نكمل في هذا الفيديو الصفحة 16. نبدأ بالتمرين الأول. آمون is an Egyptian student in a language school in Oxford. آمون هو طالب مصري Egyptian
مصري، هناك جنسية Egyptian. في مدرسة اللغة في أكسفورد. Look at the picture and write what Amun has got in his bag. انظر إلى الصورة واكتب ماذا يملك عمون في حقيبته. Has got يعني لديه. لديه. الضمائر المفردة he, she, هو, هي وأي اسم مفرد يأخذ has got. الضمائر الجمع you, أنتم, they, هم, we, نحن وأي اسم جمع تأخذ have got. سأذكر هذا هذه القاعدة بالتفصيل في الملف المرفق. سأذكر شرح كامل للفعل has got، فعل الملكية has got and have got. هنا لدينا مجموعة من الكلمات، إذا كانت توجد لديه نكتب has got، إذا لم يكن يملكها نكتب hasn't got، ننفيها، لا يوجد لديه. مثلا example a city map. A city map يعني خارطة المدينة. هل يملك خارطة مدينة؟ نعم، هنا صورة خارطة المدينة. نقول he، نقصد به هو، تعود إلى آمون. He مفرد، قلنا المفرد يأخذ has got. He has got a city map in his bag، يملك خارطة مدينة في حقيبته. ننتقل إلى المثال الثاني. An umbrella. An umbrella. Umbrella شمسية. هل يوجد شمسية في الصور؟ لاحظوا، هل يوجد شمسية؟ لا يوجد. إذا نكتب He has not got an umbrella. He has not got an umbrella. هو لا يملك. Has not got أو hasn't got. لا يملك. إذا كان يملك نكتب has got. لا يملك نكتب hasn't got. من أين أتت النط؟ هي أداة النفي نضعها لكي ننفي ملكيته لشيء ما. Has not أصلها هنا O، لكن تم حذفها ووضعنا الأبوستروف ليدلنا أن هناك حرف تم حذفه. Hasn't got. إذن هذه اختصار. Hasn't got. لا يملك. نبدأ. An apple. هل يوجد تفاحة هنا؟ لا يوجد. نكتب He has not got an apple. هو لا يملك تفاحة. A mobile phone. هاتف هاتف جوال. هل يملك هاتف جوال؟ نعم، هذا هو. نكتب He has got a mobile phone، وسيكون في المرفق الحل كاملا. A passport. passport يعني جواز السفر. هنا جواز السفر، هذه صورة جواز السفر. نقول He has got a passport. A notebook. دفتر ملاحظات. هل يملك دفتر ملاحظات؟ لاحظوا، لا يوجد دفتر ملاحظات. نكتب He hasn't got a notebook. A wallet. محفظة. محفظة نقود. هذه صورة محفظة النقود. إذن He has got a wallet. A student ID card. بطاقة تعريف الطالب. ID يعني بطاقة تعريف. Card يعني بطاقة. هنا student ID card. نعم يملك. He has got a student ID card. A laptop. كمبيوتر محمول أو حاسوب محمول. نعم يملك. نقول He has got a laptop. كما ذكرت سيكون في المرفق للصفحة 16 شرح كامل ل has got و have got، أيضا وحل لهذا النشاط. نكمل في النشاط الثاني. Work in pairs. اعمل كزوجين. Take turns to ask and answer questions about the things in your bags. اسأل وجاوب الأسئلة عن الأشياء التي في حقيبتك. يعني مثلا What have you got in your bag؟ ماذا تملك في حقيبتك؟ هنا صيغة سؤال. سأشرح بالتفصيل كيف يكون صيغة السؤال في have got و has got. نضع ال have قبل الفاعل، أصلها you have أصبحت have you got. What have you got in your bag؟ ما يوجد في حقيبتك.
I have got مثلا لدي في حقيبتي مثلا a book كتاب. Have you got a أو an هل لديك مثلا have you got a pencil هل لديك قلم رصاص؟ إذا كانت الإجابة yes, yes I have نعم لدي. إذا كانت الإجابة B نفي no I haven't. الآن هذه النشاطات الأول والثاني سيكون مرافق لها شرح تفصيلي لقاعدة have got و has got. ننتقل إلى التمرين الثالث. Match the pictures with the jobs. Make sentences as in the example. صل الصور مع المهن. نقرأ. Engineer. مهندس. أي صورة توحي لنا بالمهندس؟ هي صورة لوكاس. لوكاس is an engineer. كما في المثال. Lucas is an engineer. أيضا سأكتب الحل في المرفق. الكلمة الثانية إذا نكتب هنا دي. دي. A fashion designer. Fashion designer مصمم أزياء. ننظر إلى الصور. أنجيلا هي مصممة أزياء. نكتب هنا حرف السي. نقول Angela is a fashion designer. Waiters. Waitress. Waitress يعني نادلة. نادلة. هنا Sandy is a waitress. Sandy is a waitress. Sandy هي نادلة. نكتب هنا حرف البي. رابعا أو الكلمة الرابعة Instructor مدرب. Instructor مدرب. هذه الصورة صورة المدرب. عفوا. هذه الصورة صورة المدرب يدرب. Amy is an instructor مدرب. Actor من هو الممثل. Bowl is an actor ممثل. نكتب هنا حرف الـ A. Chemist كيميائي. من هو الكيميائي هنا؟ الكيميائي هو أو هي Cameron. Cameron is a chemist. نكتب هنا حرف الـ E. نعيد الحل. Engineer. Locus is an engineer. Locus D هنا. D هنا. C. Waitress. B. Instructor. F. Actor. A. Chemist. E. هذا هو الحل. سيكون النشاط الرابع في الفيديو القادم إن شاء الله. أتمنى أن تتابعوا المرفق لأنه يوجد فيه شرح كامل لهذه القاعدة. قاعدة has got و have got ونفيها وسؤالها. شكرا لمتابعتكم.